إجراءات المتخذة لاستقبال شهر رمضان للسيدات السادة النواب المحترمين فريق تجمع الوطني الأحرار. تفضلوا أحد النواب، تفضلوا مشكورين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها حول مراقبة وجودة أتمان المواد المستهلكة، كذلك المواد المهربة، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، وشكرا. شكرا لكم. كلمة لكم سيد الوزير، تفضلوا مشكورين. سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمين، هذا الموضوع ديال التحضير لشهر رمضان خدا واحد الوقت كبير من الحكومة، وكما كتعرفوا انه عندنا لجنه ديال تتبع تمويل الاسواق بصفه منتظمه كتشتغل مع مره في الشهر، ولكن ملي كيقرب شهر رمضان كتولي الاجتماعات ديال هذه اللجنه ديال تمويل الاسواق كتجتمع خاصه بمناسبه شهر رمضان. اجتمعت هذه اللجنه في جوج ديال الاجتماعات ديالها وختمت الاجتماعات ديالها باجتماع ترأسه السيد رئيس الحكومه الاسبوع اللي فات، واليوم في 9 ديال الصباح اجتمعنا في وزارة الداخلية مع مجموع ممثلي الأقسام الاقتصادية وفي العمالات. اللي يمكن لي نأكد لكم السيدات والسادة النواب ومن خلالكم للرأي العام أن الحكومة أخذت جميع الاحتياطات باش تكون المواد، بالخصوص المواد اللي كتستهلك بزاف في رمضان، خدات جميع الاحتياطات باش يكون السوق ديالنا مول. اولا عندنا احتياطي كبير في الحبوب، وعندنا احتياطي كبير في التوابل. شكرا لكم. تعقيب احد النواب المحترمين، تفضلوا سيد النائب المحترم. شكرا سيد الوزير. الحقيقة سيد الوزير، لا نشك في المجهودات التي تبذلها الحكومة، ولكن سيد الوزير اللي باغي نركز عليه بأنه الشعب المغربي راه ضرورة باش يلمس هذه الإجراءات على أرض الواقع، وفي الحقيقة بغينا باش يكونوا محاورين على في هذا المجال، خاصة في العالم القروي وفي المناطق النائية لابد من يكون محاور. وبهذه المناسبة هضرتوا السيد الوزير على رؤساء الأقسام الاقتصادية في العمالات، تلتمسوا منكم في خلال القانون المالي الجاي باش يكون تعزيز الموارد البشرية ديال هاد الناس، هادو راه فعلا مشكورين تيخدموا، ولكن راه مازال مطلوب باش يكون واحد العدد ديال الأطر اللي يخدموا. كذلك سيد الوزير، بما أنه هضرنا على المناطق القروية والعالم القروي، راه ماشي غير المشكل ديال المواد الغذائية، راه كاين المشكل ديال الماء الصالح للشرب، اللي في الحقيقة راه واحد العدد ديال المناطق، نعطيكم مثال ديال إقليم زاكورة وبعض المناطق النائية اللي تتعاني من مشكل ديال الماء الصالح للشرب، وبغينا المراقبة والجودة ديال هذا الماء. الناس دابا تيمشيو يعمروا السيترنات، واللي عنده الموتور اللي عنده السيترنات يجيب الماء تيبيعوا لنا للناس، وبغينا الله يجزيكم يا سي الوزير تكون الصرامة والحرص على خاصة على المواد الغذائية كلها. شكرا. وعلى الماء الصالح للشرب. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟